انت ضيعت تاريخ جعفر في النادي وربنا وفقك في الاستراتيجيه على العود مش كده برضو الاول دي نجح تلعب في بيرو الساعه في الاهلي تلعب في اي مكان انت رحت النادي والراجل مش عايزه او كان موجود قال لي مش عايزه ده هو ولا مسامع وادي المواقع اللي انتوا قلتوا عليها الراجل ده اهو قدامك اهو دهنتوا ولا شتمتوا قالوا تقول كلمتين موضوع السيف مدام ما جابش العروض ورجع وسرقه من الرقم الاداري من غير ما ياخد باله قلت لك اعتبر الموضوع ايه كنت ليه كريستيانو اسمه كريستيانو رونالدو جميل الزمالك دي قصه سيف اللي هيبكي عليه دي ما بيحبش الزمالك احنا كل اللي طلبوا ايه عملتوه ولا ما عملتولوش بلح لك وخلي خزنة الفتحة وفوق ايه كمان فوق الطاقم مظبوط لكن لما تيجي تقول لي احسن عايز 12 مليون ونيمار جنبه بيلعب ولا حسام بياخد مليون انت بتلعبي بالنار ابنك عندك يتفضل حتى عايز يروح نادي الاهلي يروح والمدير الفني لا عايزه وتلعب بقى اعمل ايه بقى ده امبارح بقى بيقول لي انا في التليفون انا موقع مع بيراميدز من شهرين طب الفيلم ده كله اتعمل ليه عشان يزود فلوسه فين لبيراميدز وبروح بقى اقول في النيابه انا اهو حاسب شاهد وكيلك تمام ومش بيني وبينه علاقه ده انا هتشوف الفيديو بقول انا لا لا انا مش طايقك والعود اللي انت سرقتها مش عايزينك انت راجع العود اهم منك وكده واحد مش عايزها مش عايزين شكرا اما بقى اللي طلع وقال لك اللعيبه النهارده مش عارف اتمردت واتعملت ايه فانتوا مع اللعيبه دلوقتي مصورين مع بعض لعيبه محترمه لعيبه اتحملت ظروف النادي بالفعل يعني بعد ما الكابتن عبد الواحد وصلوا الشاب اتوصل لها تسيف وتعالى بكره جبت اللاعب وقعد مع المشار اتفقنا على كل شيء تحدث الارقام اللاعب خلاص مضى وخلص العروض وطلب صغير ان ناجل الاعلان الرسمي وناجل استلام فلوس لغايه ما يجيبوا وبعدين انا مشيت فوجئت بعد كده امبارح ان باخبار ان على مواقع كتير ان سيف ماضي بيراميدز طبعا ما كنتش اعرف نهائيا الموضوع ذاك والا ما كنتش جبته وجينا على مع المستشار ولا كنت انا دخلنا في احراج مع النادي فصدمت حاولت اتواصل معاه اكتر من مره لغايه ما رد تعالى اقعد اثبت ان الكلام ده غلط وبعد كل الاي شوف طلباتك انت وديتك وتعالى وصراحه معايا المستشار لغايه الساعه 2 ونص قلت له نادي العروض كمان تعالى فاتح باب الخزنه قال لي يجي ياخد فلوسه اللي اتفقنا عليها عادي البلاغه اهو عادي البلاغه اهو لا هو كان محمد عامل اول احنا مش عايزينك بس عايزين عودنا الراجل ده بذل كل جهد قال له النهارده انه مختار منصور كان جايب لي فتوات مش كده الجرام اللي كان قاعد مين كان معايا احمد الاحمر مستشار احمد مستشار احمد جلال ومستشار كل الناس اللي هم اللي اطربيزه بنقعد عليها قال له لا اصل جايب لي بقى جايب لك بلطجيه ليه يالا ليه انت نافح اكتر من لازم جمهور الزمالك عمل الفيلم ده كله وجه مضى عشان يروح لبيراميدز خلاص يزود 4 مليون كمان انت بتعمل شغل عشان يعني الزمالك عشان يزودوك ربنا يا ابني وفاك ويوفق امك اللي نسي كل الوقفه اللي انا وقفتها معاها سالك كانت بتجيلي مكتب الليل اذا انت اكرمت الكريمه ملكته انت اكرمت اللئيمه قمر رابع طيب اختي قمر رابع ابنك عندك بيراميدز عندك وليه اعتاب على الاستاذ سالم الشمس استاذ سالم من فضلك هو المجموعه اللي راحت للنادي الاهلي راحت بتعليمات طبعا من راجل كان مالك النادي محترم الشيخ هو حضرتك الولاد اللي عندك الواد هاني ده الاهلاوي ده والواد عمرو الاهلاوي هو ما عندهمش الا لعيبه الزمالك دلوقتي يعني احنا دايما بنتكلم على علاقه اللي بيني وبينك علاقات محترمه هو لما اكون عايز لاعب من عندك مش بطل انا عبد الله السعيد لما جيت طلبت يعني مش طلبتك انت الاول
واستأذنتك المرة الأخيرة دي وقلت لي بالحرف عبد الله السعيد من أصول النادي. ما جيتش لحد خالص. دي الأصول أخ سالم. دي الأصول اتعلمناها. أنت راجل إماراتي محترم شعب إماراتي شعبي بيفهم في الأصول. أو مفيش إلا لعيبة الزمالك. أي لاعب لسه كده طالع من الحضانة. ها؟ الواد بحقاني ده الواد التاني ده اسمه عمرو اسمه عمرو إيه؟ الواد التاني عندهم عمرو بس عمرو بس في واحد تاني معاه. وعمر وقالي في واحد تاني اللي هو كل لاعبين هو عمر بسرعة لا في واحد تاني في لاعبين مين المسك المدير التنفيذي ممدوح عيد ممدوح عيد مش عيبه مدير تنفيذي في النادي شيخ سالم انت محترم وبلدك محترمة لم العيال دي تاني لم العيال دي طبيلي زمانك انا حبيت احطهم في الصورة وهنشوف الفيديو ومعا جنبي وأننا خلاص وخلصنا وقعد وقدامكم ونصف الصورة تمام؟ إن شاء الله القادم أفضل للزمالك بإذن الله والخير وسيتغفر بإذن الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة، والخواجة معجون كورة، هجوم مرتضى منصور على سيف فاروق جعفر ووالدة سيف فاروق جعفر وكل آلة جعفر بعد سيف فاروق جعفر ما مضى لبيراميدز بعد ما توافق مع نادي الزمالك، وعملنا حلقة وقلنا وجبنا الاثنين قاعدين جنب بعض سواء إذا كان سيف فاروق جعفر أو مرتضى منصور وكل حاجة خلصت، وطلع وصرح وقال رسميا سيف فاروق جعفر في نادي الزمالك مع الثلاثي حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري، ويخدع الجميع سيف فاروق جعفر وراح مضى البيراميدز. مرتضى منصور مش هيسكت يا سيف، يبقى أنت بتلعب مع الأسد يا سيف، خد اللي فيه النصيب. وجاب سيرة والدة سيف وتدخلها في التعاقد وتدخلها في أمور فنية في فاروق جعفر. فاروق جعفر مش في الساحة ليه؟ ليه فاروق جعفر ما بيدرش الأمور دي؟ حتى لو انت اللعيب عنده وجهة نظر يبقى انت حلقة وصل، لان اللي بيحصل ده ما ينفعش ان هو يحصل. اللي بيحصل ده حتى في الحلقة بتاعت لما أعلن مرتضى منصور نفسه التعاقد مع فاروق جعفر قلنا الحمد لله على السلامة، قلنا ده ابن النادي، قلنا ده الموضوع ده يخلص بكوبايتين شاي على قهوة الخواجة في مكتب المستشار مرتضى منصور. يبقى سيف فاروق جعفر يقعد راجل ابن النادي، اقعد انت كبرت، انت تعمل لك عقد، انت بتربي جوه النادي، انت ابوك خير وخير ابوك من النادي ونادي الزمالك ليه فضل عليكم، الموضوع يخلص في ثانية الا ثانية. اما مضى ربنا كرم سيف فاروق جعفر وقال لك ده مضى، طلعنا وقلنا هكذا تدير الامور يا سياده المستشار، طلع اسامه نبيه مشي، طلع تاني يوم سيف فاروق جعفر مشي. اللي بيحصل في نادي الزمالك هرج ومرض. لسه كنا عاملين حلقه ان طاهر ابو زيد بيتكلم كويس محمود الخطيب وقال لك هو اداري ناجح ولم يكون في خلاف بيني وبين طاهر ابو زيد على فتره بعيده. دلوقتي ايه اللي بيحصل ده؟ فين فاروق جعفر من الموقف؟ ليه؟ ليه والدة سيف فاروق جعفر تظهر في الصورة؟ من امتى تظهر؟ اما يكون ابوها لعيب كورة ولعيب كورة عادي، لكن ده فاروق جعفر. فاروق جعفر كده زمالك يعني فن وهندسة، يعني فاروق جعفر يعني حسن شحاتة، يعني ليه؟ ايه اللي بيحصل ده جوه تخيل الزمالك؟ ومرتضى منصور ما بيسميهش، ما تقوليش مشغول، ما تقوليش عنده 30 40 قضية، لا مرتضى منصور بسم الله ما شاء الله فاضي لأي حد في أي حتة في أي وقت في أي زمان في أي مكان. فأنت بتدخل نفسك في صراعات أنت في غنى عنها، ما كانش يعني لازم يبقى موقفك صريح زي أسامة يوسف أسامة نبيه. ما نشوف الأمور اللي جاية هتودينا على فين. يا رب الحلقة تكون عجبتكم.